بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الآيرن بويزنينج أو الآيرن توكسيستي. الحقيقة أن الآيرن مختلف شوية عن بقية الميتلز اللي ممكن تعمل توكسيستي واللي هي اتلغت من علينا. يعني عمرنا مثلا ما سمعنا عن حد بياخد تابلتس فيها أرزينك أو ليد أو ميركري. ليه؟ لأن هي الحاجات دي أصلا توكسيك لوحدها. لكن الاختلاف هنا أن الآيرن احنا بنحتاجه بشكل يومي. يعني ممكن بعض الناس تاخد آيرن سبليمنتس، بعض الناس بتاخد ميديكيشنز فيها آيرن. فالفكرة هنا ان ده الفرق، ان الايرن احنا بنحتاجه اورادي وبناخده اورادي وبناكله اورادي، لكن بقية الميتلز اورادي توكسيك من البداية. يعني هي اصلا يعني ليثل من البداية، توكسيك من اول حاجة فيها، توكسيك من اللوست ليفل فيها. فده الفرق. الايرن بويزنينج دايما السيركمستانسز بيبقى ايه؟ دايما بيبقى طفل ولقى ميديكال بريباريشن، وغالبا الحاجات اللي فيها حديد بتبقى متغطية بشوكولاتة، بتبقى متغطية بسكر، بتبقى متغطية بشكل يخليها شبه السويتس كده. فدايما الشيلدرن هو اللي بيقعوا في المشكلة دي. بتبقى الموضوع طبعا اكسيدنتل، بيبدأوا ياخدوا التابلتس دي على انها بونبوني او ايه او حاجة سويتي يعني. فالايرن توكسيكيشن بيبقى مشكلة في الشيلدرن دول، ان هما بياخدوا الاكسيدنتل بويزنينج عن طريق ميديكال بريباريشن، وده الموست كومن الاكسيدنتل بويزنينج بزيد في الميديكال بريباريشنز. التوكسيكوكيناتكس عايزين نعرف ايه عن الايرن، ان هو الابزوربشن بيحصل فين؟ بيحصل في الديودينم والجوجينم واخر جزء كمان من الاستومك. بيبقى ابزوربت في صورة ايه؟ في صورة فرس. ايه الفرس وايه الفرك؟ إيه الفرس؟ ان هو Fe+2. الفرس فورم دي هي السوليبل ستيت للايرن. يعني الايرن مش هيحصل له ابزوربشن من الجي اي تراكت الا في حاله الفرس دي، الا في السوليبل ستيت بتاعته اللي هي الفرس فورم. بعد كده بتيجي الاتش سي ال او الجاستريك اسيديتي تساعد على الابزوربشن بتاع الايرن بعد ما يبقى وصل للفرس فورم اللي اتفقنا عليها، لان هو مش هيبقى ابزوربت الا في حاله الفرس فورم Fe+2. تمام. لكن علشان يتنقل ويمشي في البلود للأماكن المختلفة اللي هو رايحها، بيبدأ يبقى فرك، بيبدأ يحصل له أكسيديشن. يحصل له أكسيديشن إزاي؟ إن هو هيلوز واحدة هيدروجين، هيلوز واحدة هيدروجين فيحصل له أكسيديشن. الأكسيديشن اللي هو اللوس بتاع الهيدروجين، والريدكشن هو الجين بتاع الهيدروجين. فهو هيلوز واحدة هيدروجين فهيحصل له أكسيديشن، هيبقى فرك Fe+3. وبالتالي لما يبقى فرك هيقدر يمسك في ترانسفيرين. ايه ترانسفيرين ده؟ ترانسفيرين ده بروتين بيقدر يشيل الايرن ويوديه لكل الاماكن اللي هو مفروض يروحها. يبقى الابزوربشن بيحصل في الستيت بتاعه الفرس فورم، لكن الاكسيديشن او الترانسبورتيشن بيحصل مع ترانسفيرين في الفرك فورم. نعرف الفرق؟ تمام. طيب الترانسفيرين ده بيفضل شايل الايرن في الفرك ستيت عليه، بيفضل شايل الفرك فرك فرك، يفضل يروح بيه لحد فين؟ يروح بيه في المكان اللي هو المفروض يروحه. 90% من الايرن او الفرك بيروح للبون مارو. ليه؟ محتاجينه للارثروبويسيس، محتاجينه علشان نصنع ليد بلد سيلز جديده. 10% بس الصغيرين الباقيين هم دول اللي بيفضلوا ايه في الهيموجلوبين والسيتوكروم بيروكسيديز والانزيمز اللي هي محتاجه ايرن. طيب زيد بقى الليفل عن قدرة الترانسفيرين ان هو يستوعب. يعني الترانسفيرين ده عليه اماكن فاضية اللي هي اسمها Total Iron Binding Capacity، او حتى بيسموها احيانا الترانسفيرين Iron Binding Capacity. هي دي الكاباسيتي بتاعت البلود ان هو يشيل الايرن، الكاباسيتي بتاعت البلود ان هو يبايند الايرن مع ترانسفيرين. طول ما في اماكن فاضية، طول ما ايه الكاباسيتي دي هتبقى عالية. طول ما في اماكن مش فاضية او الاماكن الفاضية بقت قليلة قوي، طول ما الكاباسيتي دي هتبقى قليلة. فالتوتال ايرن بايندنج كاباسيتي دي هي الاماكن الفاضيه اللي على ترانسفيرين. تمام. لما تبقى الاماكن الفاضيه على ترانسفيرين دي مفيش خالص اماكن فاضيه وتبقى كلها مليانه، هيبقى كده احنا دخلنا في ايه؟ في التوكسيسيتي، دخلنا في التوكسيك ستيج، ان بقى في عندنا فري سيركليتنج ايرن. الكلمه دي تخوفني قوي. فري سيركليتنج ايرن ده يعني ايرن ماشي لوحده من غير ترانسفيرين. دي مصيبه، دي مصيبة. الفري سيركليتنج ايرن هنعرف دلوقتي باثوفيسيولوجي بتاعت الفري سيركليتنج ايرن، ولكن عايزين دلوقتي نقول ان 90% من الايرن بيروح فين؟ بيروح في البون مارو علشان الاريثروبويسيس زي ما اتفقنا، والزيادة بيبدأ يتخزن في الفيريتين والهيموسيدرين. 10% الباقيين بيروحوا للهيموجلوبين والسيتوكروم والإنزيمز اللي محتاجة ايرن.
طيب في التوكسيسيتي او التوكسيك ستيج بيبقى ايه اللي بيحصل؟ الترانسفيرين ده بيبقى ساتيوريتد. يعني ايه ساتيوريتد؟ يعني توتال ايرون بايند كاباسيتي بتاعتنا كلها فل، يعني كومبليت، كل الباص كومبليت كده خلاص، مفيش ولا كرسي فاضي. الاماونت بتاع الايرون بقت زياده عن التوتال ايرون بايند كاباسيتي، فبالتالي بقى عندنا زياده في الفري سيركيليتنج ايرون، ومن هنا هتبدا تحصل التوكسيسيتي، ومن هنا جت المحاضره دي، ومن هنا بقى يبقى فيه باثوفيزيولوجي هنعرفها الايرون بيعمل ايه. الفري ايرون موليكيولز دي بتروح للميتوكوندريا، بتحب قوي الميتوكوندريا. طيب الميتوكوندريا دي موجوده عندنا في انهي اورجان؟ موجوده في كل الاورجانز، موجوده في كل التيشوز، موجوده في كل السيلز، كل سيلز جسمنا حرفيا فيها ميتوكوندريا. لما الايرون يروح للميتوكوندريا هيبدا يعمل فيها مشاكل. يعمل فيها ايه المشاكل اللي هيعملها؟ يعمل فيها ما يسمى بالليبيد بيروكسيديشن. الليبيد بيروكسيديشن ده عباره عن ايه؟ اوكسيديتيف رياكشن. احنا عارفين ان الممبرين عندنا مكون من ليبيدز، يعني عندنا الليبيد باي لاير دي هي الايه اللي موجوده في كل السيلز، تمام؟ فلما يحصل ليبيد بيروكسيديشن ده هيحصل ايه؟ هيحصل مشكله في الاسامبلي، في الكومبوزيشن بتاع الممبرين، هيحصل مشكله في السيل ممبرين. السيل ممبرين نفسه هيحصل له انجري. يبقى الليبيد بيروكسيديشن ده هيعمل ايه؟ هيعمل سيل ديث في النهايه، وبالتالي بيبدا يتكون ما يسمى بالاكسجين فري راديكلز. الاكسجين فري راديكلز دي برضو ايه؟ زي برو انفلاماتوري او حاجات مؤذيه للسيل من الاخر يعني. يبقى عملنا ايه؟ الايرون عمل ايه؟ الايرون بيدخل للميتوكوندريا يعمل لها ليبيد بيروكسيديشن ويكون فري راديكلز. الحاجات دي طبعا مؤذيه جدا وبتاثر على الميتوكوندريال فانكشن. لما ناثر على الميتوكوندريال فانكشن السيلز هتتاذى، السيلز مش هتبقى شغاله كويس، ويعني على مدار اعلى شويه التيشو مش هيبقى شغال كويس، الاورجن مش هيبقى شغال كويس، هيحصل اورجن فيلير. وده مش في اورجن واحد ولا اتنين، ده كل الاورجنز فيها ميتوكوندريا، كل الاورجنز محتاجه الميتوكوندريا ومحتاجه الاي تي بي ومحتاجه الطاقه دي. فلما الايرون يدخل يبوظها هيحصل مالتيبل اورجن فيلير. ايه كلينيكال مانيفيستيشنز عندنا لحاله اكيوت بويزنينج؟ عندنا 4 ستيجز، والستيج دي مهمه جدا بالتوقيت. يعني الفيرست ستيج في اول 6 ساعات. ايه اللي بيحصل في الفيرست ستيج دي؟ بتبقى حاجات مش سبيسيفيك قوي، نوزيا وفوميتنج زي اي توكسيستي، واكسبلوزيف دايريا بتبقى بلودي. والكلمه المهمه جدا 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 ان بيبقى فيه ابر جي اي هيموريدج. يعني عندنا الدايريا بلودي، يبقى فيه هيماتامسيس من فوق وهيماتوكيزيا من تحت، تمام؟ هيماتامسيس من فوق ده upper GI hemorrhage، وده مش لازم يحصل. يعني الهيماتامسيس مش لازم يحصل، مش كل الحالات اللي عندها iron toxicity لازم يبقى عندها هيماتامسيس، ولكن الأغلب اللي بيحصل كده. طب ايه الفكرة بتاعت الهيماتامسيس؟ يعني ليه بيحصل هيماتامسيس؟ الفكرة ان الايرون ده حاجة irritative جدا للميوكوزة بتاعت GIT، فبيدخل يقطع في الميوكوزا، يقطع في يهري فيها حرفيا، بتبقى فرايبل جدا. فبالتالي الفوميتنج اللي بيحصل ده بيبقى مصحوب معاه بلود، بيبقى فيه upper GI hemorrhage، تمام؟ وبيبقى فيه طبعا ايه؟ colic abdominal pain بسبب الirritability اللي بتبقى حاصله دي، او الirritation اللي بيبقى حاصل بسبب الايرون ده. الكلام ده كله امتى؟ الكلام ده كله في اول 6 ساعات من الانجشن. nausea vomiting explosive diarrhea و upper GI hemorrhage، مصايب في اول 6 ساعات بس، تمام؟ طيب هنسيب السطر ده علشان حاجة معينة، وهنقول السكند ستيج. السكند ستيج دي هي بيسموها الكويسنت فيز. يعني ايه الكويسنت فيز؟ يعني البيشنت كويس من الاخر. كويسنت ستيج، الكويسنت ستيج هو مش كويس، ولكن هو يعني بيبقى ستيبل، بيبقى فولسلي ستيبل. يعني ان هو ايه؟ يعني هو كويس بس مش كويس. يعني انت لو سبته على انه كويس وروحته ممكن يدخل في الثيرد ستيج بقى. ايه الثيرد ستيج؟ ووقتها مهمة قوي، من 12 ل 48 ساعة. نلاحظ ان الثيرد ستيج فيها اوفرلاب مع السكند ستيج في التوقيت، ان دي من 6 ل 24 ساعة ودي من 12 ل 48. طب ايه الاوفرلاب ده؟ الاوفرلاب ده ان ممكن الموضوع لو سيفير قوي والاوفر دوز، يعني التوكسيسيتي اللي عنده زياده قوي، سيفير قوي، الايرون اوفرلود اللي عنده او الايرون اوفر دوز اللي عنده كتير قوي عن زياده عن اللزوم، ممكن ما يعديش على ستيج 2 دي ويعدي من 1 ل 3 على طول. وبالتالي نقرا السطر اللي كان مكتوب هنا. مع السيفير دوز بيحصل ايه؟ بيحصل ميتابوليك اسيدوزز، بيحصل سيفير انايون جاب ميتابوليك اسيدوزز. ليه؟ لان ستيج 3 دي هي عباره عن ميتابوليك اسيدوزز اصلا. ستيج 3 كلها كده اولا عن اخر بتحصل بسبب ميتابوليك اسيدوزز، اهي سيفير بروفاوند ميتابوليك اسيدوزز. فلما يبقى الشخص واخد سيفير عنده سيفير توكسيستي مش هيعدي على الكويسنت فيز دي، مش هيبقى كويس اساسا، هيعدي من 1 ل 3 على طول. علشان كده في اوفرلاب في التوقيت، ان ستيج 3 دي مش لازم، يعني مش لازم الواحد يعدي على 1 2 3، ممكن 1 3 على طول. ايه بقى اللي بيحصل في ستيج 3؟ بيحصل ورسنينج للجي اي هيموريدج اللي كان بادئ معانا في ستيج 1.
بيحصل كارديوفاسكولار كولابس وشوك. هايبوتنشن عنيف، هايبوتنشن بكذا سبب. اول سبب الدايركت افكت للايرون نفسه، ان الفيريتين نفسه اللي متشال على الترانسفيرين ده بيعمل ارتيريور دايليتيشن. الفيريتين بقى ما بقاش متشال على الترانسفيرين، بقى ماشي في البلد لوحده سايح كده، فبقى ماشي في البلد لوحده، يروح للبلد فيسلز، الوول بتاع البلد فيسلز، الاندوثيليوم بتاع البلد فيسل، يعمل فيه فازو دايليتيشن او ارتيريور دايليتيشن، وده طبعا بيوطي الضغط. تاني حاجة عمالين نفقد دم ويحصل بليدنج وهيماتمسيز من فوق ومن تحت ومن كل حتة، فده بلاد لوس يعني عنيف جدا. البلاد لوس ده بسبب الهيموراجيك جاسترو انترايتس، يوطي الضغط برضو، هايبوفوليميا وهايبوتنشن. تالت حاجة ان الايرن نفسه بيعمل كواجيليشن ديفكت، هنعرف سببها كمان زيها بالظبط، بيعمل كواجيليشن ديفكت وكواجيلوباثي. ليه؟ لان هو بيأثر على الليفر، اهي signs of liver damage حصلت بسبب ايه؟ الايرن اوفرلود. ما هو الايرن روح لكل الاورجنز، بوظ الميتوكوندريا بتاعت كل الاورجنز، فكل الاورجنز بقى فيها مشاكل، كل الاورجنز بقى هيحصل later on يعني multiple organ failure، فبقى عندنا liver failure، عندنا renal failure، عند كل الاورجنز حصل فيها failure. الليفر دامج او الليفر فيلير ده بيبقى ظاهر عندنا في صوره ايه؟ بيبقى ظاهر عندنا في صوره جوندس، تمام، هايبوغلايسيميا لانه مش عارف يصنع جلوكوز ولا جلوكونيوجينيسيس جديده خالص، وكواجيليشن ديفكتس لان الليفر هو اللي كان بيصنع البروكواجيلانس او البلد بروتينز اللي مهمه للكواجيليشن، فالليفر مش عارف يعمل ده، فبالتالي هيبقى عندنا كواجيليشن ديفكت وعندنا بليدنج برضو. فلما يبقى عندنا بليدنج برضو يبقى عندنا هايبوتنشن تاني، وده ياجريفيت الايه؟ الشوك او الكارديوفاسكولار كولابس. والحاجة الأخيرة والأهم على الإطلاق في الأربع أسباب دول هي دي Direct Myocardial Depressant Effect. الفيريتين في حد ذاته بيروح للهارت يعمل له زي Depressant Effect Local كده، يعني Direct على الهارت نفسه، يخليه إيه؟ يخليه Depressed، يخليه مش عارف يبمب، ما فيش Cardiac Output، ولما ما يبقاش فيه Cardiac Output يبقى إيه؟ Hypotension. الهايبوتنشن ده هيعمل إيه؟ Cardiovascular Collapse، ممكن يدخل في شوك. طيب غير كده هيدخل في رينال فيلير. نتيجة ايه؟ نتيجة البور بيرفيوجن، ما هي سايكل بقى وبتلف في بعضها، يعني هيبقى عندنا بري رينال رينال فيلير او بري رينال اي كي اي، الشخص ده هيبقى عنده رينال انسافيشنسي، مفيش بلد داخله، مفيش رينال بيرفيوجن اساسا، يبقى عنده مشكلة في الاكسكريشن، ما هو رينال فيلير ده خلى الكدني مش عارفة تخرج اي حاجة، فحتى شوية الايرن اللي كان هيحصل لهم اكسكريشن مش هيعرفوا يحصل لهم اكسكريشن، والكدني مش هتبقى عارفة تتخلص من اي حاجة، ومش هتبقى عارفة تعمل اليمينيشن للايرن كومبلكس اللي عندها، فده طبعا هيزود التوكسيستي. غير كده كمان السي ان اس كمان من الحاجات اللي بتتأذى جدا، ويحصل للشخص ده كونفيوجن ولوس اوف كونشسنس وليثرجي وكوما. ما هو الميتوكوندريا دي مش موجوده في اورجن واحد، دي موجوده في كل الاورجنز، فالبرين هيتأثر، الليفر هيتأثر، الهارت هيتأثر، الكيدني هتتأثر، كل الاورجنز هتتأثر حرفيا. دي ثيرد ستيج اللي هي من 12 to 48 hours بعد الانجشن. الفورث ستيج نركز في التوقيت بتاعها جدا 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 عشان بيلخبط في الام سي كيو، من 4 to 6 weeks، مش ساعات ومش ايام ومش دقايق خالص، من 4 to 6 weeks، تمام، علشان كل اللي فات كان hours 12 to 48 hours و 6 to 24 hours، لكن هنا 4 to 6 weeks، تمام، فالفورث ستيج دي بالاسابيع مش بالايام حتى. خلاص الفور ستيج دي احنا عندنا خلاص الموضوع عدى عليه وقت، والميوكوزا اللي فرايبل وقعدت تخر دم ويحصل لنا هيماتامسيس وجاسترينترايتس وبليدنج وكواجيليشن ديفكتس، الحاجات دي كلها يحصل لها هيلينج بقى بعدها. الفور ستيج دي يعني عدى اسابيع، فالمفروض ان يحصل ايه دلوقتي؟ يحصل هيلينج. الهيلينج ده هيحصل بايه؟ زي اي هيلينج في الدنيا، فايبروزز، سكارينج، فيحصل هيلينج للجي اي تي، ده عباره عن ايه؟ جاستريك سكارينج. البايلوريس ممكن يحصل فيه بايلوريك سبازم، البايلوريس هيبقى ايه؟ هيدي عن الاول بايلوريك ستريكشر، يحصل ستريكشرز في السمول باول، يحصل انستانل اوبستراكشن، ممكن يحصل اوبستراكشن وممكن لا، فاخلي بالي ان البيشنت مش مجرد برضو ان هو عدى من الثيرد ستيج سليم وروح بيتهم، ده ممكن يجيلي بعد شهر ونص بانستانل اوبستراكشن، ممكن يجيلي بعد شهر ونص بايلوريك سبازم، ممكن يجيلي بعد شهر ونص بفايبروزز او سكورينج. طيب ده الجي اي تي. الليفر بقى اللي كان حصل له دامج ده بيهيل ازاي؟ الليفر بيهيل بفايبروزز، وممكن يحصل له اون توب بالفايبروزز سيروزز، فممكن يجي لي بهيباتيك سيروزز او ليفر سيروزز او ليفر دامج، فخلي بالي قوي من الفور ستيج دي، لان الفور ستيج دي مرحله الكومبليكيشنز بقى. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي محتاجين نعملها في الحيره الايرون توكسيستي؟ توكسيكولوجيكال ونون توكسيكولوجيكال، والكلام هنا مش جديد. النون توكسيكولوجيكال هنعمل رينال فانكشنز وليفر فانكشنز، اي بي جي والكترولايتس، سي بي سي، وهنعمل اكس راي، ابدومينال اكس راي، لان الايرون كان من الحاجات اللي هي الشيبس،
شيبس دي اللي هي السي اي سي اتش اي بي اس، حاجات اللي كانت بتظهر في الاكس راي، حاجات اللي كانت بتبان اوبيك، يعني انا ممكن اشوف الايرون تابلتس نفسها في الاكس راي في الجوت كده، يعني اعمل ابدومين الاكس راي اشوف الايه التابلتس نفسها. طيب بالنسبه للتوكسيكولوجيكال انفستيجيشنز، فانا عايزه احدد الايرون ليفل، طبعا يعني ده مش وقته، والاحسن ان انا اعمل ريسوسيتيشن وسبورتيف تريتمنت الاول، ولكن لو عايزه احدد الليفل بالظبط ففي حاجه اسمها الاتوميك ابزوربشن سبكتروفوتومتري. النورمال ليفل عندنا من 50 ل 150 مايكروغرام بير ديسيليتر، لو زاد عن 150 فهو كتير، ولكن لو زاد عن 500 فهو ليثل، فهو توكسيك، فهو يعني ممكن يموته حالا، فبيحتاج immediate therapy. يبقى سيرم ايرون ليفل عندنا النورمال من 50 ل 150، زائد عن ال 500 يبقى توكسيك ومحتاج immediate therapy. التريتمنت طبعا هبدا بالاي بي سي وبعد كده الزي. عمل جاستريك لافاج، بس بيقول لي جمله كده ان do with caution. ليه ادو with caution الجاستريك لافاج؟ يعني ليه، ايه الفكره يعني؟ ليه؟ لانه انا دلوقتي عندي الميوكوزا فرايبل، عندي الميوكوزا حرفيا مهريه من كتر الايرن اللي دخلها، وعندي هيماتيمسيس، وعندي جي اي بليدنج، وابر ولور، وحاله يعني غريبه جدا. فالجاستريك لافاج هنا هو بريفيرد ميثود، ولكن اعمله وانا واخده بالي علشان الميوكوزا اوريدي فرايبل، يعني لو بعمل نيزوجاستريك ادخلها بالراحه، لو بدخل حاجه ادخلها بالراحه، الميوكوزا اوريدي مش مستحمله حاجه. تمام. بعد الجاستريك لافاج ممكن اشوف ايه الاخبار، ان انا اعمل اكس راي للابدومين تاني اشوف بقى حاجه جوه ولا لا، فعلشان ايه؟ علشان استغل موضوع ان الايرون بيبان في الاكس راي ده. ممكن اعمل هول باور اريجيشن، ودي حاجه افكتيف جدا للجاستريك دي كونتامينيشن. يبقى انا ممكن اعمل جاستريك لافاج وممكن اعمل هول باور اريجيشن. الايرون ليه انتيدود، وانتيدود احنا عارفينه جدا، يعني هو الديفيروكزامين او الديسفيرول. الديفيروكزامين ده هو الانتيدود بتاع الايرون، وده سبيسيفيك كليتر للفرك ايرون. يعني ايه للفرك ايرون؟ يعني مش بيمسك في الفرس، مش بيمسك في اللي لسه ما حصلوش ابزوربشن، بيمسك في الفرك، ومش بيمسك في اي فرك، ده بيمسك في الفري سيركليتنج اليمنتال ايرون، يعني اللي ماشي لوحده. الفري سيركليتنج اللي هو مش ماشي في الترانسفيرين، اللي هو مش ماشي مع الترانسفيرين، يعني هو مش بياخد الايرون اللي مع الترانسفيرين ولا الهيموجلوبين ولا السيتوكروم. يعني دي حاجه حلوه جدا ان هو بيسيب لي الايرون اللي انا محتاجاه، بياخد اللي انا مش محتاجاه. مشكله الديفيروكزامين ده ان هو بورلي ابزورب من الجي اي تي، ولازم اديه بارنترال. طيب الدوز بتاعته قد ايه؟ في المايلد كيسز بدي انتراماسكولر، لكن في السيفير كيسز بدي انترافينوس. الانتراماسكولر دي قد ايه؟ 90 ملي جرام لكل كيلو جرام، فانا بدي انتراماسكولر، وفي السيفير كيسز بدي انترافينوس انفيوجن. تمام. ريكومندد دوز في الانترافينوس بتبقى 15 ملي جرام لكل كيلو جرام لكل ساعه. ماكسيمم ديلي دوز في الانترافينوس بتبقى 6 جرام في اليوم، ولكن الماكسيمم ديلي دوز في الانتراماسكولر هي 1 جرام في اليوم لو طفل، و2 جرام لو ادلت. كده احنا خلصنا الايرون، يا رب تكونوا استفدتوا، والحمد لله رب العالمين.